ملعب مولاي عبد الله، ملعب الجيش الملكي المغربي، الملعب يقع في الرباط، وهو ملعب كبير بيسع ل53 ألف متفرج. شكله يعني شيك جدا، وألوانه بتمثل هوية المغرب باللون الأحمر والأخضر. هو بيقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الرباط، وهو أنشئ سنة 1983، وكانت ماتش الافتتاح ما بين المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان، وفاز منتخب المغرب في المباراة دي بهدفين. طبعا الملعب دوت يعني أعيد تجديده أكتر من مرة، وشهد كأس العالم للأندية الأولانية، وهو حاليا بيشهد كأس العرش. الملعب ده اللي هيكون شاهد على لقاء ريال مدريد الأولاني مع الكسبان من سياتل ساوندرز الأمريكي والكسبان من الأهلي أوكلاند سيتي. يعني الخلاصة إن هو لو إن شاء الله الأهلي قدر لي إنه يلعب على الملعب دوت، هيكون بيواجه فريق ريال مدريد، فهيبقى ملعب تاريخي جدا جدا جدا. نتمنى إن الأهلي يواجه ريال مدريد، وإن الوداد يقابل فلامينجو، وإن شاء الله الاتنين يتقابلوا في النهائي. بشكر جمهور المغرب جدا على حفاوة الاستقبال وعلى كرمهم، وإن شاء الله يفرحوا وجمهور مصر كمان يفرح. بشكر كل المغاربة اللي موجودين على الاكونت منورينه، وهم أغلبية على فكرة في الاكونت، لكن بعد ماتشات المغرب خلصت تفاعلهم بقى قليل، مع إني بعلق على حاجات للرجاء والوداد والجيش الملكي، بس عاوز تفاعل يبقى أكثر من كده إن شاء الله من الناس الموجودة على الاكونت. وصيكم على الأهلي، الأهلي أمانة عندكم، وديما مغرب وديما أهلي وديما مصر. إن شاء الله كلنا نفرح وإحنا حاجة واحدة وبلد واحد. وبشكر كل مغربي ومغربية بيقولوا كلمة حلوة عن مصر وعن الأهلي، وإحنا بنحبكم، كنلوفيكم، كنجتميكم، وكنبغيكم بزاف.